بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال: وقوله باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، بمعنى أنه لا يعترف بمنة الله عليه وأن الله أبرأه من المرض، فيقول: هذا أنا أستحقه على الله سبحانه وتعالى، ويجحد نعمة الله عليه، والعياذ بالله. نعم. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، قال: ذكر المصنف رحمه الله عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله: قال مجاهد: ليقولن هذا لي، هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. نعم. ويجحد نعمة الله عليه، وهذا نقصان في التوحيد، فإن الاعتراف بنعمة الله وأن النعم من عند الله هذا من التوحيد، وإضافة النعمة إلى العبد وأنها من سعيه وكسبه هذا من الشرك بالله عز وجل. نعم. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول المجاهد: أوتيته على شرف. نعم. والمعنى الثاني: على علم من الله أني أستحقه، فيجحد فضل الله عليه، يجحد فضل الله عليه وينسب النعمة إلى أنه مستحق لها وليس لله فضل عليه فيها. نعم. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. نعم. الآية لها عدة تفاسير، هذا يدل على أن هذه الآية لها عدة تفاسير. نعم. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة، يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله تعالى وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال: إنما أوتيته على علم، أي لما يعلم الله من استحقاقي له، ولولا أني عند الله حضيض لما خولني هذا. نعم. فيجحد نعمة الله عليه وينسب هذا إلى استحقاقه على الله هذه النعمة، فهذا من كفران النعمة والعياذ بالله. نعم. قال الله تعالى: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم،
بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك، فهي فتنة أي اختبار. نعم، فهي فتنة، هذا الكلام فتنة، أنه أعجب بنفسه وقال وجحد نعمة الله عليه وقال هذا حقي على الله أنا مستحقه، وهذا لا شك أنه مخل بالعقيدة ومخل بالتوحيد. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. فهذا القول هذا لي ليس عن علم، وإنما هو من عن جهل بحق الله سبحانه والاعتراف بنعمته. نعم. قد قالها الذين من قبلهم، قد قال هذه المقالة أنهم أن هذه النعم يستحقونها ولم يعترفوا بفضل الله سبحانه وتعالى، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فالكسب نعمة من الله وليس هو استحقاق للعبد على الله. نعم. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. نعم، جحدوا نعمة الله وأنكروا فضله، وهذا مخل بعقيدة التوحيد، لأن من معاني توحيد الله الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى على العبد، وأن الله من بها عليه وليست من كسبه وليس هو مستحق لها على الله سبحانه وتعالى، والله لا يجب عليه حق من خلقه، وإنما هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء أي من المخاطبين سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي كما أصاب أولئك، وما هم بمعجزين. نعم، فهم تكبروا أن يعترفوا بنعمة الله عليهم، فهذه سنة من سنن الجاهلية، قد قالها الذين من قبلهم أي من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لما جاء أمر الله سبحانه وتعالى ونزلت بهم المصائب، ولو كانت هذه النعم من عندهم لتمسكوا بها واحتفظوا بها. نعم. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي. قارون ملك من الملوك السابقين، وكانت عنده نعم من الله سبحانه وتعالى من الله بها عليه، فجحد فضل الله بهذه النعم وقال هذه النعم إنما هي على علم عندي، يعني بوجوه المكاسب أخذتها لأني أعرف وجوه المكاسب، ف
فأنا الذي أوجدتها، فيجحد نعمة الله عليه، وهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. إذ قال له قومه لا تفرح، إن قارون قال الله جل وعلا: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح هذه الكنوز، مفاتيحها يعجز عنها الجماعة عن حملها، كثرتها وثقلها. فالله جل وعلا لما أنزل بهم عقوبته ما أغنى عنهم هذا الكسب الذي يزعمونه، فأخذتهم العقوبة وزالت هذه النعم من بين أيديهم ولم يستطيعوا إمساكها. نعم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال له قومه لا تفرح، يعني الفرح بطر، أما الفرح بنعمة الله فهو من أنواع التوحيد، ولكن لا تفرح بها فرح بطر وتدعي أنها من كدك وكسبك، تجحد فضل الله عليك. نعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي فيما آتاك الله من هذا المال الدار الآخرة، فاصرفه في طاعة الله وعبادة الله، ولا تبغي الفساد في الأرض، تطغى بهذا المال فتفسد في الأرض وتؤذي عباد الله بالترفع عليهم. نعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، تمتع بما آتاك الله مع الشكر لله عز وجل. الإنسان لا يحرم نفسه من نعم الله عليه بحجة أن هذا من العبادة، هذا ليس من العبادة، هذا من كفران النعمة. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن من هذا المال، تصدق منه وأعط المحتاجين كما أحسن الله عليك، فأعطاك هذا المال وجاد به عليك، فمن شكره أنك تحسن إلى الناس المحتاجين. نعم. ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولا تبغي بهذا المال الفساد في الأرض بالمعاصي والسيئات، إن الله لا يحب المفسدين. ومفهوم هذا أن الله يحب المحسنين، كما صرح بهذا في آيات أخرى. نعم. قال إنما أوتيته على علم عندي. جحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي، على علم مني، على معنيين في تفسير الآية، على علم عندي أي على خبرة مني بوجوه المكاسب، وليس لله فضل علي في ذلك، أو ليس لأحد علي فضل في ذلك. فجحد نعمة الله وأنكر فضل الله عليه، وهذا من نقصان التوحيد. نعم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون، أي من الأمم السابقة، من هو أشد قوة وأكثر جمعا للمال، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من هذه الأموال، وما دفعت عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى لما نزل بهم. فدل على أن هذه النعم من الله، هو الذي يعطيها وهو الذي يسلبها من العبد. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون،
بل يؤخذون بها ويعاقبون بها. نعم. وقال الله تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال أهل الجاهلية: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. تكبروا بأموالهم وأولادهم وظنوا أن الله لا يعذبهم وأن هذه الأموال وهؤلاء الأولاد يدفعون عنهم عذاب الله. قال جل وعلا ردا عليهم: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما جاء أمر الله ما دفعت عنهم أموالهم عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. انتهى كلام العماد بن كثير رحمه الله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول عندما يحصل على عمل: إنما تحصلت عليه بفضل شهادتي أو خبرتي، هل يدخل في هذا أيضا؟ نعم، بلا شك. إنما أوتيته على علم عندي. الشهادة علم، فهو ينسب إلى شهادته ما أعطاه الله من النعم ويجحد فضل الله عليه، وهذا مضاد للتوحيد. نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.